راح نروح على تقرير سيلين ديون. أكيد كان حزنة عميق لما فقدت زوجها غوني بعد مصارعة للسرطان، ولكنها حزنها كان أعمق لما فقدت أخوها فقط أيام بعد رحيل زوجها، فالصدمة كانت صدمتين. التفاصيل في التقرير التالي. تعيش أسطورة الغناء الكندية سيلين ديون حالة من الصدمة والحزن الشديد بعد أن تعرضت لكارثتين متتاليتين، الأولى بعد وفاة زوجها ووكيل أعمالها روني أنجليل المتحدر من أصول سورية لبنانية عن عمر 73 عام بعد معركة مع السرطان. والثانية تلتها عند وفاة شقيقها الأكبر دانيال الذي توفي أيضاً بعد أن سيطر السرطان على حنجرته، لسانه ودماغه، ورحل عن عمر 59 عام. وكانت سيلين قد كشفت منذ شهور قليلة أن أمنية زوجها أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بين ذراعيها. وتقام جنازة روني في كاتدرائية نوتردام في موريال، وهي الكنيسة التي تزوج فيها هو وسيلين قبل 21 عام. ونذكر أن رئيس وزراء الكيبك فيليب كويار قرر بالاتفاق مع العائلة إقامة مراسم دفن وطنية تكريما لرجل طبع المشهد الثقافي في كيبك. The amazing Céline Dion.